لو ما حد يجي معانا نوقف السيارات. اوكي وليد ذا كار هير نو بادي جو وذ هيم اند بليز ستوب فيلمينج. وقف التصوير عشان تعال معايا بعدين عشان انه لما نقرب قريب تم اخوها بعدك تصورنا. اوكي ساعات يوسف ركز لي في وجهه لما اشوف واحد اسود ضروري اطلب لبناني نشوف شو انا لانه بحب اسجل كل الاشياء كويس. اوكي زول اوكي اوكي بدي فل. مرحبا شفنا انت تعرفي لي بياعين ورد كمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هلا بالنسب. هلا ابو النسب. انت ابو النسب الجديد؟ طيب يلا فكري ابو النسب. ابو النسب نعم عشان هيك عم ببعتك على المدارس. الشاب اللي حكيتك عنه اللي جاي يخطب. ولو الشاب اللي حكيتي لي عنه اللي ساعه ناطر جعدان حكيتك انا اسف على التاخير. انا جعدان جعدان. لك انا بجد واحد مش حلو زي تيلي جعدان. هي الشاب اللي حكيتك عنه هذا اللي جاي يخطب؟ ايه هيدا. لا لك ساعه ما قلتي لي جايبتي لي واحد سعدان افريقي عبد جاي يخطبك. عن جد بتحكي؟ اخي عم تمزحي معي؟ عم تمزحي؟ عن جد عم تمزحي؟ عم تمزحي ولا بتحكي جد؟ بتمزح ولا بتحكي؟ جايب لك ورده كمان؟ ليش يتأسف هو؟ يعني عادي ورده؟ انت حبيبي شو بتشتغل؟ شو بتشتغل؟ مين كفيلك انت اساسا عندنا؟ بتشتغل على طرمبة بنزين ولا بشنايني ولا وين بتشتغل؟ شو بليز ما بليز؟ لحظة ما تخانق. شو بليز ما بليز اختي؟ هذا قادر يطعميكي، هذا قادر يعيشك هالكلب بس سعدانة، كيف بدي يجي اولادك بعدين زبرة حمار الوحش؟ روح حبيبي روح الله معك. عدينا مجال عدينا مجال عدينا مجال. اوه 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 اسمع اسمع معلش خليها يا جدتي روح اسمع الحق 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 وقف التصوير الحق الحق انت قادر كل الحراسات والعربات يلحقونا. تعي تعي اضرب فيها مش اضرب فيها اضرب فيها ولا عنصر يا هذا علم الناس يا ديني سيار. جايبتي لي افريقي عبد جايبتي لي افريقي عبد جايبتي لي افريقي اختي اختي حبيبي اختي ما عليك ما حدا دخله اختي نحن حرين. معالي الوزير سامعين حرام عليك بكيتها. انا بعتذر جيتك في وقت ما مناسب ان شاء الله حجيك في وقت مناسب. انا اللي بدي اعتذر منك. قولي لي انه وزير قولي لي انه وزير انا اللي بدي اعتذر منك. انا اللي بدي انا بدي في وقت انا اللي بدي بس لك ايدك واعتذر منك. انا اللي بدي اعتذر مناسب ان شاء الله. ولك ايه معك حق. انا وثق انا وثق انا توسخنت انه وزير كمان بتقدر ايد الضرب بتيز الضرب. لا سعادة الوزير ما بتفل هلا والله العظيم ما تشرب قهوه عندنا ان شاء الله. بدك تشرب قهوه عندنا. انا عازم الورد بدي مويك ان شاء الله. خذي حبيبتي انت حبيبي خذي. انا بعتذر منك والله مش عارف انا بعتذر منك. انا عازف تعبتك معي نشوفكم في وقت مناسب ان شاء الله. احكي احكي مع اللي بدك اياه سعادة الوزير. لا لا ما في مشكلة خليكي بتشرفنا باي وقت بتشرفنا يا هيك السهر يا بلا ومكويلي لي انه جايبين لي سعادة الوزير مثل القمر ما شاء الله عليك. حاجة سبحان اللي خلقه. ليك ليك رتب لنا موضوع سويسرا. نعم وحنحضر لل على سويسرا كمان بنروح على سويسرا. هذا اللي بنروح على سويسرا. يلا نمشي. الله معك سعادة الوزير. الله معك اذا بدك والله هلا تاخذها معك. هلا تاخذها معك سعادة الوزير. الله معك. قولي له باي قولي له باي لسعادة الوزير. باي باي سعادة الوزير شرفتنا. الله لا يعطيك العافية. الله ضربينا بنفس الضربة.